والمجازي لها بما عملت. الحنان المنان كريم الإحسان ذو الجلال والإكرام، سبحانه وتعالى أذل بالموت رقاب الجبابرة وأنهى بالموت آمال القياصرة والأكاسرة، فنقلهم من عظمة القصور إلى ظلمة القبور، ومن مداعبة الجواري والغلمان إلى مقاساة الهوان والديدان، ومن التنعم في الطعام والشراب إلى التمرغ في الوحل والتراب، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود. سبحانك سبحان ربي لم يلد لكن خلق، سبحانه خلق بنا آدم من علق، أحد فليس له شريك، سبحانه فطر العباد وحكمه فيهم سبق. إلهي يا من عليه مدى الأيام معتمد، إليك وجهت وجهي لا إلى أحد، أنت المجيب لمن يرجوك يا أملي، يا عدتي يا شفاء الروح يا سندي، ما لي سواك وما لي غير بابك يا مولاي، فامحو بعفو ما جنته يدي، أنعم وأنزل علينا رحمة فإن لنا عوائد منك بالإحسان والمدد. إلهي وسيدي ومولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرما، فالمرجع والمآل والكل إليك عرب وعجم، ما لي عمل يصلح للعرض عليك بل صار عدم، فارحم ذلي ووقفتي بين يديك إن ذل قدم. إلهي قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا، وبدت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حميها صبر ولا جلد، وقد مددت إليك يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يدي، فلا تردنها يا رب خائبة، وبحر جودك يروي كل من يرد. إلهي يا من إذا قلت يا مولاي لباني وقال أقبل فإن العفو من شاني، يا واحدا في ملكي ما له ثاني، يا عالما بالسر والإعلان، أعصاك تسترني أنساك تذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني،
وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد من إذا مشى يسبقه النور وإذا تكلم أخجل البذور وإذا ركع أو سجد قال أمتي أمتي يا غفور. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نحييكم بتحية الإسلام سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحييكم في بداية هذا الجزء المتبقى من هذه الليلة القرآنية المباركة التي أقامتها الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة عائلة الطوخي للمغفور لها بإذن الله تعالى حرم عم الحاج حمدي الطوخي. الله أسأل أن يتغمد الفقيدة في قبرها بواسع مغفرته ورحماته اللهم آمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نحييكم من داخل لؤلؤة السرادقات وكبرى شركات الفراش الأهلية الذهبية وتنظيم جميع المناسبات والحفلات المصنفة رقم واحد عبر عموم الجمهورية ومحافظة الدقهلية أولاد الحاج جابر زلط إدارة المعلم هاني جابر زلط المقيم بكفر بكروري مركز ومدينة نبروخ في محافظة الدقهلية وعبر كاميرات البشمهندس أحمد الجعبري العالمي على شاشات اليوتيوب وقناة البشمهندس محمود حمدي أبو عيسى على شاشات اليوتيوب. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام وقد استضافت الأسرة الكريمة لكم علمين من أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري بجمهورية مصر العربية العالم الإسلامي والمقيم بكفر الشيخ خليل المركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية والذي ارتقى منصة التلاوة فضيلة القارئ العلم الشيخ فاروق أحمد ضيف. كما شرفنا بعلم التلاوة بجمهورية مصر العربية وسفيرها الدائم للقرآن الكريم في كل مكان المقيم بمدينة طنطا فضيلة القارئ العلم الشيخ علي أحمد جاب الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من استمع إلى آية من كتاب الله تعالى كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. آيات الله البينات يتلوها علينا قارئ اتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون المصري والعربي بجمهورية مصر العربية العالم الإسلامي والمقيم بكفر الشيخ خليل المركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية القدس القرآني العلم الكبير الشيخ فاروق أحمد ضيف. فليتفضل صاحب الفضيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته وأخوه أحب إلى
إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. الله أكبر. صلى على سيدنا النبي. ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قالوا يا أبانا ما لك
قالوا يا أبانا ما لك لا تمنى على يوسف أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب فلما ذهبوا به وأجمعوا
وجاءوا أباهم عشاء
وجاءوا أباهم عشاء يبكون. فأكله الذيب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. فصبر جميل، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا
صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم وجاءت سيارة فأرسلوا
وسوبطا والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وقال أكرمي مثواه وقال الذي اشتراه من مصر أكرمي عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته
ارمي وكذلك مكنا ليوسف في الأرض
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. الله أكبر. بسم الله. وغلقت
أغلقت الأبواب وقالت هيك لك. وهم بها لولا
لولا الرئيب برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر صدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من وهو من الصادقين يوسف أعرض عن يوسف إنك كنت من
المواطن. صدق الله العظيم. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي. هذا مصير لست فيه بأوحدي، فإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك في الحبيب محمد. اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، اطمأنت قلوبنا بالذي هو خير. آية الله البينات التي كانت من رحاب سورة نبي الله يوسف، تلاها علينا عالم التلاوات بجمهورية مصر العربية العالم الإسلامي وسفير مصر الدائم للقرآن الكريم في كل مكان، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي، والمقيم بكفر الشيخ خليل مركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، القطب القرآني العلم الشيخ فاروق أحمد. الهندسة الصوتية البشمهندس حسن الغطاني عملاق الهندسة الصوتية بالجمهورية. كبرى شركات الفراشة الأهلية الذهبية وتنظيم جميع المناسبات المصنفة رقم واحد عبر الجمهورية، الشركة المستعدة دائما لإقامة جميع السرادقات عمالقة الفراشة بالجمهورية، أولاد الحاج جابر زلط، أولاد الحاج جابر زلط إدارة المعلم هاني جابر زلط المقيم بكفر الدبروري مركز ومدينة نبروه بمحافظة الدقهلية. كل هذا ركب لكم عبر قناة البشمهندس أحمد الجعبري على شاشات اليوتيوب، وقناة البشمهندس محمود أبو عيشة على شاشات اليوتيوب. في ليلة تكريم وعزائي المحفور لها بإذن الله تعالى فقيدة عائلة الطوخي بقرية تيرة مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، المغفور لها بإذن الله تعالى، المغفور لها بإذن الله تعالى. حرم الحاج حمدي يا طوخي. تتقدم الأسرة الكريمة إلى كل من تقدم إليهم بواجب العزاء بالشكر والتقدير. أيها السادة، شكر الله سعيكم جميعا.